مدام زياني، السلام عليكم ومرحبا بك في قناة الدار. مدام زياني، من فضلك مستجدات القضية ديالك مع مول الدار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدي المرسلين. أولا، المستجدات بقات مونوتون، يعني ما تغيرت، نفس الحوار، نفس الكلام، نفس الهضرة، نفس التهديد، نفس هذا. فالشي اللي كان وقع لي أنا مع مول الدار أخيرا، ملي زينا نكريو عنده، زينا نكريو بما يرضي الله، تلاقينا بما يرضي الله كأخوت كعائلة، يعني ما كانش بيناتنا يعني شي ثناءان. فاحنا قلنا على أساس قلنا غادي تكريو عندي واحد مدة بسيطة جدا. السبب احنا المدينة اللي كرينا فيها اللي هي الزنقة هذه اللي هي احنا ساكنين فيها الآن، فيها البنيته كتقرا، يعني اضطرينا اننا غادي نبقاو كان ساكنين حتى يدوز الوقت ديال المدرسه، وهو وغادي نخرجوا من الدار. هذا الاساس اتفق معنا عليه، يعني كان هو فرحان، احنا كذلك. قلنا له شنو اللي غادي كطلب. قال لك انا كنكريها لكم 3000 درهم، 3300. قلنا ما كاين مشكل. قال لك خاصه شويه ديال الاصلاح. قلنا له صافي. قلنا له شحال الاصلاح؟ قال كيطلب 5000 درهم. قلنا له ما كان مشكل. قال انا غادي نمشي عند ولادي لاوروبا ونجي وغادي ناخذ داك الفلوس باش نشرح لكم الدار. ملي جا يعني كاينه شي حاجه في نفس يعقوب، يعني جا مغير. ملي قلنا له راحنا وزدنا لك 5000 درهم، قال لا، 5000 درهم ماشي انا اللي غنصلح، نتوما اللي غتصلحوا. قلنا له ما كاين مشكل، اتفقنا على اساس حنا غنصلحوا بال 5000 درهم اللي وزدنا له. فاذا به حتى كنتفاجئوا بان الكاتب العمومي جا عندنا من المحكمه وجاب لنا الاستدعاء على اساس انه كيسالنا واحد القدر ديال الفلوس كبير وما خلصناهش. كنا كنخلصوه ما كانش كيعطينا التواصل اولا. علاش اتفقنا؟ قال لك علاش حنا بيناتنا، حنا عائله، علاش غادي نعطيكم التواصل؟ ما بيناتنا زعما ان غادي تكون بيناتنا شي حاجه اللي ما غير يرضيش عليها الله. اتفقنا هكذا. فقلت لك من اللي زاد تبدل علينا. السبب هو ان سمع بان هذيك الحي وهذيك غادي يكون فيه واحد المشروع كبير واللي غيستافدوا هما صحابين الملك. زا كيطلبنا باش نخرجوا باش هو يستافد على هذاك الملك ديالو. قلنا له ما كاين مشكل، حنا غنوضوا نقلبوا، ملي غادي نلقاو ان شاء الله غادي نرحلوا. جا ملي جا بدينا كنقلبوا، جا هذا المرض هذا الخطير ديال كورونا توقف كل تيماتنا. كان هو بعدا كيمشي يقلب معنا، حنا كنقلبوا فيها وكيقلب فيها، لدرجه ان في واحد المره بقينا كنقلبوا حتى 12 الليل هو معنا. اللي الدليل عرفنا اننا حنا ما باغينش نبقاو عنده في الدار، احنا باغيين نقلبوا على راسنا باش نكريو. هو في الاخر شنو من اللي عرف هذاك المشروع كاين، يعني تغير، وهو عنده هذاك الراجل بعدا وعنده زوج لزوج دائما كيجي في حاله كيعطيك كلام ولا غدا كيعاود يبدل كلام اخر. ما عرفنا شنو باغي، شنو في داخله، شنو باغي، شنو باغي يدير، يعني ما بغى يوصل معنا حتى الحل، وحتى لا حل وسط ولا حل ولا اي حل. يعني شنو اللي كيقول؟ عطوني داري، بغيت غير داري، ما بغيت حتى حاجه. لحد الان باقي هذاك الشيء على حاله. احنا كنتظروا، درت انا محامي استنف واحد المده وزيزه، وحنا كنتظروا لحد الان هذاك السيد تنشوفوا شنو باغي يدير، لدرجه انه وصل به الوقاحه انه غادي يوقف لي المعاش اللي نعم عليا به مولانا امير المؤمنين نصره الله، لهذه الدرجه. فهمتني؟ وانا اخر كلمه كنقولها، انا كنطلب من مولانا امير المؤمنين انه يشوف في هذا الملف ديالي ويمد لي يده البيضاء، نصره الله وايد ملكه وجعله ذخرا للبلاد والعباد يا رب العالمين. واش كتعرضوا للتهديدات من طرف هذا الشخص؟ هذا الشخص لدرجه اننا ولينا كنكونوا جالسين، يعني ولينا عايشين في رعب، رعب كبير كبير جدا جدا جدا. كنكونوا جالسين حتى كنشوفوا الحجر ديال كيترمى علينا. راه جيتي عندي للدار وشتي كان هذاك الباب كان فيه الزاز، فاذا كلها ترست بسميتو، وكيصيفط دراري صغار بس ما يبينش على انه هو اللي داير هذا المشكل. ولينا كنعيشوا معاه في رعب.
ولا كيعاملنا بطريقه الارهاب كبيره جدا. واش يوميا كتعرضوا للتهديدات؟ اه واش يوميا كتعرضوا للتهديدات؟ يوميا تقريبا، يوميا تقريبا. الباب كنكونوا جالسين حتى كنسمعوا الباب كتهرس بالحضر، يعني بدا كيدير شي اشياء اللي ما كيديروهاش الناس اللي بعقلهم. هو شخصيا عندي الديوات الشخصيه، نوبه كيجينا في هضره وعاوتاني الا غدا كيصبح كيقولنا هضره، ما عرفنا علاش نقبطوه لحد الان، ما عرفنا علاش نقبطوه. وحنا الان راه كان ماشي جالسين في هذاك الدار، لحد الان راه حنا كنقلبوا بالتليفون، كنقلبوا مع السمساره، ما كنخليو ما نقلبوا. جات هذا المرض هذا توقف كل شيء، حتى حنا كننتظروا كيف قال يونيسكو اننا في انتظار مبروك. الا اكتشفوا بالله زعما نتوما كاريين في الدار عنده، واش غادي زعما يحبسوا عليه؟ ما غاديش يستافد زعما؟ هذا هو دابا اللي في نظره. هما كاين بزاف ديال العائلات اللي هما كانوا كاريين واحد المده كثيره او مده قليله، واستافدوا الناس ديال صحابين هذا صحابين الملك، واستافدوا حتى الناس اللي هما قدام، ماشي الناس بحالنا اللي هنا، يعني اللي كانت عندهم 20 سنه هما كارين عند هذاك الراجل بواحد الثمن مثلا، عندهم الكره بواحد الثمن ضئيل، حتى هما استافدوا. دابا في نظره انه حنا زعما يلاه عاد سكننا عنده راه حتى حنا غادي نستافدوا. حنا عارفين حنا ناس واعيين ماشي جاهلين، يعني هاد الاستفاده اللي غتكون في هذا المشروع ضروري غتكون مول الملك، فهمتيني؟ ضروري غتكون مول الملك، هو غيستافد. وملي غيبدا المشروع واخا مثلا بدا المشروع حنا باقيين راه غادي غنخرجوا على اساس ان المشروع غادي يكون، فهمتيني؟ وحنا كنقلبوا على كنقلبوا على الكره باش ما نقدروش نوصلوا حتى نوصلوا للمشروع غيبدا، فهمتيني؟ شنو اللي وقف هو هذا المرض ديال الكورونا، وقف كل شيء. اللي كنمشيو كنقلبوا كنلقاو ما كاين غير 7000 درهم 8000 درهم دار غير زوج ديال البيوت في هاد المسائل، فهمتيني؟ وانا ما في استطاعتيش انني نكري، يمكن لي نكري حتى ل 5000 درهم، ولكن باش نعطي 7000 درهم 8000 ما قادر. كما قلتي لي هذا الشخص هذا بالضبط في الاول كان كيعاونكم وكيوقف معكم، يعني كان ايه. وانا قلت لك السبب التغيير هو قضيه المشروع، ملي سمع بان كاين الاستفاده دمون الكره اللي عنده الملك هو باش تغير. وقبل من هذا هو كان ناوي قبل ما يكون هذا يسمع هذا المشروع او يعرف هذا المشروع، كان ناوي انه ملي يجي من اوروبا باغي يقربنا من الدار. انت يا مدام زياني كفنانه كبيره وكل شيء كيعترف بالقدرات ديالك، يعني نورمالمون كان خصو يدير معك الحل يبقى واقف معك ماشي حتى الاخر. ايوا ماشي كلهم الناس سواسيه، كنقولوا الله يلاقينا مع ما احسن منا، فهمتيني؟ هذا من الشيء اللي ما نكذبش عليك، يعني شرير لدرجه الخبث الكبير، يعني بعدا باش كيهضر بمصطلحات خايبه كريهه، ما تقدرش زعما ما كيحترم لا مراه لا راجل لا طيب لا طفله، ما محترمنيش انا اللي كبيره في السن، فاذا به اللي انا عندي في هذا الميدان اللي عطيت ودافعت على وطني والحمد لله. ودائما حنا هذا الفنانه اللي قال ان الناس الفنانين الكبار حنا الحمد لله تنحبوا وطننا وشعارنا هو الله والوطن والملك. وفين وصل الحكم بالضبط على الزيان؟ قبيله وريتيني ورقه ديال محكمه ديال المحكمه. شنو اي بعدا هو الناس اللي واقفين معاه كيف كيقولوا، هو قال لك عنده ناس كبار غادي يوقفوا معاه، قلنا له حنا انت عندك الناس كبار، حنا عندنا الله سبحانه وتعالى، ولكن عندنا واحد الملك ما كيظلم حد. انا هذا الرساله هذه اللي كنهضر فيها او هذا الحوار اللي كنقولوا، راه دائما كنقول انا كنوجه هذا الحوار لمولانا امير المؤمنين انه يشوف الملف ديالي بعين الاعتبار ويمد لي يده البيضاء، نصره الله واياد ملكه. وديك الوثيقه بالضبط كاتبين بالله انت اللي تكلفي بالمصاريف ديال هذاك من الناس اللي دياولو اللي هما اللي مكلفين له بالقضيه، ما بغيتش نقول انا الاسم. وصلت لدرجة بحالي انني هو كلهم السنه هذه بحالي انا كنت كان قريب واحد المليون الفرنك ولا زوج ملايين، لدرجة انني هذوك الشهور ما خلصتهم، وصلت عليا واحد المد واحد القدر كبير داك السي، وهذوك الناس اللي هما واقفين معاه وحاكمين له انني خصني نخلص المصاريف. هذه المصاريف انا ما عرفاش ديال من، الا كانوا هما كيعرفوا شي مصاريف انا ما عرفاش لحد الان ما عرفاش ديالها.
يعني مدام الزياني شنو الخلاصة من هذا الأخذ والرد؟ الخلاصة أولا بعد أنا اللي خاص نقوله ونكرر هذه الهضرة هذه هو أن هذه السيدة اللي غتحكم في هذه القضية ديالي وديالو سمعت غير منه هو كان في هي كقضية ويعني مأدية اليمين وكان خاصة سمعتها مني أنا لأن قالت القاضي كيسمع من زوج هنا فان كيكون آخر الهضرة ما بين اللي مظلوم أو اللي ظالم فهمتيني أنا ما سمعت حتى حاجة من هذه الأشياء كان بيني وبينه غير هو طغى وتزبر وتيقول لك معاه الناس الكبار ومعاه الناس اللي غادي يوقفوا معاه لدرجة أنا نقول لك تجرأ واحد الوقاحة وقال لك هو اللي غادي يوقف لي أنا المعاش ديالي هو أصبح لدرجة أنه غادي يوقف لي المعاش ديالي اللي أنا أنعم عليا به مولانا أمير المؤمنين بس تعرفوا أن هذا السيد ماشي عادي رجل عنده ازدواجات شخصية رجل يعني غنقول لك أكثر من هذا رجل شرير ما كنتش عارفة كان كيزيني بواحد الوجه وديع فإذا به أصبحت كنشوف وجه تعلب وديئب وما عرفش على ساتسي هاتشي كله على أنه بغي يستفد احنا ما هربناش يستفد عنده الحق دارو هذيك يستفد منه يستفد عنده الحق يستفد ولكن انا ما وقفتلوش حجره قدامه ما درت معاه حل وسط قلت له احنا كنقلبوا على خاطرنا ولي حدي الان باقي كنقلبوا لا انا ولا مرات ولدي اللي هي كنعتبرها بنتي الصغيره فهمتيني كنقلبوا ليل نهار وهو شخصيا كان كيمشي كيقلب معنا لدرجه واحد الليله راه بقينا حتى 12 الليل وقف هنا كان خاصو يعرف بانني ما حنا ما باغينش نجلسوا في داك الدار حنا باغين زينا لواحد كي قال هو واحد الوقت وزيز داك سيت حنا طبقنا داك الوقت الوزيز وبدينا كنقلبوا على راسنا حتى جا هذا المرض الوباء هذا بس توقف كل شيء العالم كله موقف هذا المرض هذا ماشي غير انا على دار مع واحد السيد اللي هو كريلي نعم ما عندك شي فكره شنو هي الطريقه اللي غادي ديري حبس بها المعاش ديالك ما عنده هاد الطريقة كارا ولا تكومي كتقتل بالضحك هاد الطريقة شما اسموه وهاد القضية ديال الحبس للمعاش لأن بعد خطير هاد الكلمة خطيرة حيث غادي يجيب غير راسو صداع كبير غيولي فيها الأخذ والرد من عند ناس مسؤولين مهمين يحبس لي ما محقو لا هو ولا القضية ولا غيره ولا غيرها ولا غيرها بس يحبس لي معاش ديال الملك اللي عطيني أنا وأنعم علي به الله ينصره ويزيد في مدده انتقلوا للمجال الفني شنو الجديد ديالك يا مدام زين المجال الفني تخلط لي مع هاد مع هاد قضيه الدار اللي صبحت خرافه والله العظيم هاد قضيه الدار انا قريبا نكتب غنبدا في سيرتي الذاتيه فهمتيني وغندخل حتى هي ولات اسطوره هاد القضيه ديال هاد الدار هاد المسكين هاد الراجل غيولي بطل عندي انا بطل كبير القضية ديال الميدان الفني كان غيكونوا بزاف ديال الحويزات غنعملوهم ان شاء الله مرات ولدي اللي كنعتبرها بنتي الصغيره هي كدير مديره اعمالي هي انا ما كنقدرش دابا بقيت ندير حتى حاجه هي اللي كتخرج كتشوف مسائلي ولا كانت شي حاجه اللي هي اللي مهمه كتجري فيها يعني ما جالسه هي راه كتجري اكثر من اللي كنجري انا يعني الشيء اللي رافده على عاتقها اكثر مني انا مرتاحه في الدار كتجيب لي المسائل اللي هي خاصة تعمل اللي بغيت نقول كنا مقبلين أنا كنت كنوجد على واحد العمل ديال الأطفال اللي أنا كنقول بأن الطفل المغربي تا هو خاصو نعطيه حقه لأنه هو اللي خاصو يتعطى حقه أنه هو رجل المستقبل كنت كتب واحد العمل هذي 20 سنة مع المرحوم أنوار الجندي الله يرحمه وينعم عليه كنا به درنا به مدارس في المغرب دا في واحد الجولة مكتفة كبيرة جدا جدا في المغرب في شمال في الجنوب في الغرب هذا فكان غير داخل المدارس الابتدائية فحللت هذا العمل وقلت هذا العمل علاش ما غنكبروش أكثر لأن كانت في غير ثلث ساعة وكانت في الموسيقى وعاد المسابقات ديال الأطفال العمل كله كان في حداته في نص ساعة إن كنا كندخل المدارس بس ما نكتروش على الدخول ديالهم الأقسام فهاد العمل كنفكر فيه إن شاء الله بإذن الله بأنني غادي نزيد فيه بعد الأشياء ويصبح ساعة الله رب بس ما خصناش نكترو وكنتمنى إن شاء الله غادي نعملو في واحد مع الجولة جولة في المغرب مكتفة
مع المساريح، مع الشركات، مع الأبناك بإذن الله غادي يعاونوني، لأن هذا عمل ديال الطفل، وهاد الناس المهمين اللي غادي يساعدونا راهما تما عندهم ولادهم، تما خصهم ولادهم يجيو يشوفوا العمل. انت اللي انا كنهضر على التواصل الطفل ما بين الطفل باش يقاس يلعب الكره في الزنقه، لان فيها احداث كتوقع حوادث، لما ما تسي الطفل كتبقى اما رجلو كتقطع على يده، فهمتيني، وكتصدق العائلات محرومين من وليداتهم. هذا هو العمل اللي انا غادي نزيد فيه بزاف، ونزيد فيه بزاف ديال المعلومات الزوينين ان شاء الله باذن الله. وكنتمنى ان شاء الله غندير به تورني في المغرب، وغادي نخرج به حتى للخارج الى بغى سيدي ربي من بعد يدوز هذا المرض، يدوز هذا الوباء ان شاء الله. بالنسبه لهذه الجوله هذه، تقدري تقولي لنا الوقيته المحدده وقتاش؟ بالنسبه لهذه الجوله هذه اللي غادي تقوموا بها، وقتاش غتكون بالضبط؟ انا كنعاين حتى يدوز بعد هذا الوباء اللي هو زعل، توقف تقريبا، توقف ماشي بزاف، توقف بزاف الاعمال الفنيه. بغيت انا ما نخرجش واحد الرعب ديال المرض، لان احنا ماشي غنعملوا عمل للناس الكبار اللي غيستوعبوا هذا المرض، لان الطفل دائما كيكون مخلوع ودائما كيكون مرعوب الى صف غير مسائل ماشي هي هذه كيتخلع درجات. خصني انا حتى يستقر العالم ان شاء الله، وهذا المرض يمشي علينا ان شاء الله باذن الله، وغادي نعملوا مع الى بغى سيدي ربي مع الربيع، مع الربيع باذن الله. مدام زياني، سمعنا غادي ديري اوبيراسيون على عينك. اي ان شاء الله، انا كنت درت عمل ليا العين اليمنى الاولى، ودرت العدسه، وكنت كنتظر لانني من بعد العدسه خصني نجلس واحد الشهور اخرى حتى تستقر العين ديالي، عاد ندير العين الثانيه ان شاء الله. فاذا به بديت كنسمع على انني انا ما كان غبت على الميدان، ولكن انا ما غبت على الميدان، السبب هو انني كنعين حتى ترتاح عيني ان شاء الله شويه، وتستقر يستقر الارض تستقر كلها من هذا المرض ان شاء الله، وغادي نبدا العمل ان شاء الله ديال الاطفال باذن الله. نتمنوا لك الشفاء العاجل مدام زياني. واخر رساله لقناه الدار والجمهور اللي كيتابعك ربع المملكه. اولا لاقول انا كنتمنى لهذا الدار اللي هي زات عندي تسالني على هذا الدار اللي انا جالسه فيها مؤقتا، كنتمنى لها كل خير في رسالتها الانسانيه المميزه، واقول لها اياتها الدار المميزه النقية، أحبك ألف قبلة وقبلة أطبعها على جبينك الوضاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذة من فضلك كلمة في حق الفنانة الكبيرة. هي زعما جارتنا ومسكينة داير لها داك مول الدار واحد الحالة، وبغى يوقف لها المعاش ديالها، ويعني مسكينه عايشه في حاله يرثى لها، تحس الدروج، المهم راك شتي شنو كاين، وهادي كندخل عندها مره، والله يدير شي تاويل الخير للجامع يا ربي. يعني شنو انت كتعرفي مدام صفيه؟ هي جارتنا من كري ملي كانوا انا والديا باقيين حيين، كانت كتسكن حدانا في زنقه هيلسينكي، هي كانت كتسكن في زنقه جنيف، ابخي سكنت في هنايا في غربيه، مشيت انايا عندهم السوق تحتي، كنعرف بنتها اسماء، كنعرفهم كاملين. يعني زعما هاد السيد هذا متحكر عليها بزاف، ونتمنوا من الله ومن الناس ومن المحسنين يشوفوا من حالها. نعم، واش كتعرض لتهديدات هي؟ كتعرض لتهديدات من طرف هاد السيد هذا مول الدار اللي هو سميتو فوزي، وتيبقى يقول لها انا نوقف لك المعاش ديالك، وداعيها في المحكمه وهذا، ولا اله الا الله محمد رسول الله. نعم، كيفاش التعامل ديال مدام صفيه مع المواطنين؟ هي فنانة كبيرة وقديرة، وكيحبها الجمهور ديالها بزاف، ويعني كتعامل مزيان، واللي جا مسكينة كتكون غادا في الزنقة تيقولها نتصوروا معاك، كتصور معاهم وكدير الخاطر للجميع، ويعني هي فنانة كبيرة وقديرة بزاف، يعني نتمنى ويوصل هذا الميساج لسيدنا نصره الله. إلا كانت كتشوفك دابا شنو الرسالة اللي تبغي توجهي ليها أستاذ؟ لا، الأستاذة صفية زياني راه كنحبوها بزاف، وفنانة ديالنا كبيرة، والله يطولنا في العمر ديالها. أستاذ من فضلك كلمة في حق الفنانة الكبيرة صفية زياني. وصفية زياني غني على التعريف، يعني هرم كبير في 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 التمثيل، يعني ما شنقول لك الجيل ديالو كله مشى، بقات إلا هي، ف
فانتم الله يخليكم عطاوها شي كلمه مزيانه وتهلاو فيها مزيان بعد الصحافه ديالكم ان شاء الله. واجي ما نقول لك في حق تيلا وشكرا. استاذ من فضلك كلمه في حق الفنانة القديرة صفية الزياني. السلام عليكم، كلمة أنا نقول بحق الأستاذة صفية الزياني قليلة في حقها، يعني كيف ما قلت في حقها ما نقدرش نعبر لكم أكثر. أستاذة صفية الزياني كأم حنونة فنانة تبارك الله عليها، هرم من الأهرام، يعني ما عندي ما نقول عليها، تبارك الله عليها وما شاء الله عليها. تقدري تعاودي لنا المشكل اللي عندها مع منطار؟ المشكل اللي نقدر نقول لك على اللي عندها مع منطار، يعني كما كيقولوا الناس ولات قصة، هي قصة طويلة وقصة كبيرة، يعني ما قدرتش نفسرها لك. هاد الإنسان هذه كتعيش في واحد الظروف اللي هي صعبة بزاف، وظروف اللي هي قاسية لأقصى درجة. ما يمكنش واحد الأستاذة واحد الفنانة اللي خدمات هاد المدة كاملة وكتعيش في كهف، وهاد الإنسان هذا اللي هو ظلمها بزاف وحاليا راه هي مكرفصة، يعني ما عندها حد اللي قابلها. ثاني حاجه كيطالبها بواحد المبالغ ديال الفلوس اللي هي بايضه، وهاد المره راه كتعيش واحد الرعب وتهديدات من جهه هاد السيد هذا اللي هو كيقول مول الدار. وهاد الدار هادي كما كنطلب يجيو ناس مختصين في هاد الشيء من طرف المحكمه ويجيو يعينوا هاد الدار ويشوفوا هاد الدار كي دايره، اللي هي كيقولوا استاذه صفيه الزياني ساكنه فيها اللي هي كوف. ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى ومن جلاله الملك نصره الله واياده يشوف في الملف ديال هاد الاستاذه هادي، لان وصلت لواحد لاج تقدر مسكينه تخرج واحد النهار هي من هذاك البلاصه منيته. ونتمنوا ليها ان شاء الله في اقرب وقت سيدنا الله ينصره بينا يشوف الملف ديالها في اقرب وقت. ونتمنوا من هذا السيد هذا الله يهديه يخلي هذه المراه عليه الثقه، لانها مراه كبيره. وثاني حاجه عندها مصداقيه ما تقدرش، يعني هذه المراه تادي تنمله، يعني كيعرفوها الناس المصداقيه ديالها. وديجا مسكينه الظروف ديالها الماديه والمعنويه وصحيا ما كتسمحش ليها كاع تمرد في هذا الوقت هذا وفي هذا الجهد اللي هي فيه. يعني نتمنى وبيننا مرة أخرى من سيدنا جلالة فترة الله وأياده بينا نشوف فيلمية الريالة في أقرب وقت ممكن. وشكرا. واش كتعرض هي التهديدات يوميا؟ تهديدات مرة بالتليفون، مرة كيهددوها في الدار، يعني واد السيدة ما معها حتى شي واحد وديجا هي مريضة، يعني لما كنتيش معها في الدار ولا ما قبلتيش فيها ولا ما هادي ما بقاتش كتشوف حتى مزيان بعينيها، لأن ديجا كان عليها دير أوبيراسيون لعينيها وما عندهاش باش ديرها. ديجا ناس كيقولوا بان عندها واحد صالير بان شهري وعندها واحد الكريمه، يعني يجيو هاد الناس يبحثوا من مورا هادشي كامل غير قواد السيده اللي هي بقات كتادي في واحد الكريدي اللي عندها من ما تولدها الله يرحمه الكبير، وهي كانت في الكريديات وبقات اليومين هذا مسكينه في هذوك الكريديات. ابار العائله اللي كانت هي ولدها ما خدامش، ابار مصروفه، ابار جوج تريتمون عندها وحده ديالها وحده ديال ولدها، ويعني راه لونتو غير كامل. ولا جيتي تسولو في هذا الحي اللي هي ساكنه فيه غايقول لك الظروف اللي كتعيش صفية الزياني، يعني الا جيت نقول لكم نهار تتاكل فيه ونهار تقدر ما تاكلش. وكما كنقول كنتمنى من هذه الاستاذه اللي قرات الميل ديال الاستاذه صفية الزياني تسمع من الطرف الثاني ماشي من طرف واحد. ونتمنى مره اخرى من سيدنا الله ينصرو يشوف من حال هذه الاستاذه هذه، لان انا وبزاف من عائلتها اللي طرقوا بيبان ديال الناس، وما نقولش شكون هما هاد الناس، حتى واحد ما ساندها لا من فنانه ولا من ناس اخرين، كيساندوها غير ناس عاديين كانوا محسنين كيعاونوها ما بقاوش كيعاونوها. ديجا لنا قالوا بان عندها الدار كتعيش في الرفاهيه، واللي بغى يعرف قصه ديال صفيه الزياني بزاف يجي يسول في الحي فين ساكنه. اخر رساله لمدام صفيه الزياني اللي كانت كتشوفك؟ اخر رساله كنوصل ليها بان انا كنبغيها بزاف وعزيزه عليا اقصى درجه، وكنتمنى ليها كل خير والله يطول ليا في عمرها والله يخليها لنا كاملين، راهي محبوبه عند الجماهير كاملين خارج الوطن وداخل الوطن. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.